بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هنشرح أو هنقول معظم الأسئلة اللي بتتسأل في انترفيو على بوزيشن سينيور اندرويد ديفلوبر. أول سؤال: إيه هي الأكتيفيتي لايف سايكل في الأندرويد؟ The Android Activity Life Cycle بتتكون من consists of several states، العديد من المراحل، like الـ on create والـ on start والـ on resume والـ on pause والـ on stop والـ on destroy وفي الـ on restart. It represents the various states an activity can be in during its lifetime، بتعبر عن المراحل اللي بتمر بيها دورة حياة الأكتيفيتي أثناء التنقل ما بين شاشة للتانية. طيب describe the difference between، ايه الفرق ما بين serializable والparcelable، when would you use each وامتى تستخدم الاتنين. serializable standard قلنا للغة الجافا، عبارة عن interface used بيستخدم for serialization but it's slower than parcelable، أبطأ من الparcelable. ليه؟ لأن هو بيستخدم temporary objects كتير جدا فبيأثر على الذاكرة، فبيأثر على performance، بيأثر على الأداء. حلو. الparcelable is an android specific interface، هو أصلا optimized للأندرويد، اتحدد أو اتعمل عشان الأندرويد. حلو. بيستخدم برضو for serialization that is faster and more efficient، يعني أسرع وأكتر فاعلية من السيريالايزابل، in transferring data في نقل البيانات ما بين الكومبوننتس، ما بين المكونات عندي في الابلكيشن within an app، يعني عايز انقل بيانات من اكتيفيتي للتانية عن طريق البارسلابل اسرع من السيريالايزابل. I would use parcelable when high performance data transfer between android components is required، يعني لو مطلوب مني البرفورمانس يبقى عالي يبقى في الحالة دي هستخدم البارسلابل. Explain the purpose of fragments، ايه غرض الفراجمنتس في الاندرويد واللايف سايكل. الفراجمنتس ار ريوزابل يو اي كومبوننتس، مكون بعيد استخدامه عبر مالتيبل اكتيفيتيز. حلو. اقدر اعيد استخدام الفراجمنتس في اكتر من مكان. حلو. ان اندرويد ذات ريبريزنت ا بورشن، بتعبر او بتمثل او بتعرض جزء من اليو اي. حلو. الفراجمنت هي بورشن من الاكتيفيتي. زي هاف زير لايف سايكل ميثودز، ليها اللايف سايكل ميثودز بتاعتها زي الاون كرييت والاون كرييت فيو والاون ريزيوم والاون بوز وغيرهم، اند زي ار هيلبفول ان كرييتنج ادابتيف يو اي فور ديفرنت ديفايس فور فاكتورز. وات ار سام بيست براكتسز for optimizing android app performance، ايه افضل حاجات اطبقها عشان اضمن البرفورمانس، الاداء يبقى عالي. some practices include using efficient data structures and algorithms، استخدم الداتا ستراكشر والالجوريزم المناسب للكيس اللي انا فيها اللي تطلع لي افضل performance. minimizing network calls، اقلل عدد النتورك كولز اند اوبتمايزنج ذم، استخدم الفيو هولدر باترن في الريسايكلر فيوز تو افيشنتلي هاندل لارج داتا سيتس. امبلمنتنج كاشينج استراتيجيز، اطبق استراتيجيات الكاشينج، ان انا كاش الداتا واعرض الداتا من الكاشينج في حاله ان انا استقبلتها عشان اقلل عدد الريكوستات، اعرض بس الداتا من النتورك في حاله تغيير الداتا دي. يوزنج تولز، استخدم ادوات زي البروجارد اللي بنستخدمها في ملف الجرادل او فايل الجرادل for code shrinking and optimization. البروجارد بتقلل حجم الاي بي كي بتاعي وبتريموف، بتمسح وبتشيل الانيوزد ريسورسز اللي عندي في البروجكت. How do you handle memory leaks in android، ازاي بتتعامل مع الميموري ليك في الاندرويد، تسرب الذاكره. الميموري ليكس ان اندرويد كان بي هاندل، اقدر اتعامل معاها عن طريق افويدنج، ان انا اتجنب الـ unnecessary reference، الريفرنسز الغير ضروريه تو كونتكست اوبجكتس. being cautious with static variables، ابقى حذر مع استخدامي للمتغيرات الستاتيك. properly managing life cycle of long running tasks او الباكجراوند ثريدز، استخدم تولز ادوات زي الليك كناري عشان اديتكت
and fix leaks. الليك كناري بتديتكت اي حاجة مسببة لي memory leak في الابليكيشن بتاعي، فاقدر اتعامل معاها واحل المشكلة دي. Describe a challenging Android related problem you faced and how you solved it. اوصف challenge، تحدي انت واجهته في الاندرويد وازاي حليت المشكلة دي. Talk about a specific issue. اتكلم عن مشكلة فعلا واجهتك، وايه الستبس، ايه الخطوات اللي انت خدتها you took to identify the problem عشان تعرف ايه المشكلة، وايه السوليوشن، ايه الحل اللي انت نفذته والنتيجة بتاعته ايه. How do you keep up to date with the latest Android trends and updates؟ ازاي بتتواكب نفسك مع اخر تحديثات موجودة في مجالك واخر trends موجودة؟ I regularly بشكل منتظم follow official Android documentation. Participate، بشارك في developer forums. Attend conferences، بحضر مؤتمرات. Read blogs، بقرا مقالات. And explore new libraries، بستكشف المكتبات الحديثة والframeworks الجديدة عشان أفضل stay up to date أو stay updated. Can you discuss a situation؟ تقدر تشرح موقف where you had to collaborate with a team، احتاجت انك تتعاون مع team to deliver a complex feature عشان تسلمه او تنفذه feature، ميزة معقدة. Share an example، اشرح مثال اشتغلت فيه مع teamwork. Emphasizing your communication skills، مهارات التواصل عندك مع التيم كانت عاملة ازاي. Ability to delegate tasks، قدرتك على انك تفوض التاسكات، المهام على بقية التيم members، كل واحد بتديله التاسك اللي انت عارف ان هو مميز في الشغل فيها. And how the collaboration contributed، وازاي التعاون ده ساهم في تسليم الفيتشر الميزة بنجاح. حلو. Collaboration contributed to successful feature delivery. How do you handle tight project deadlines and ensure the quality of your code؟ ازاي بتتعامل مع deadlines في المشاريع بتاعتك؟ Prioritization is key. الاولوية او تحديد الاولويات هو المفتاح، ان انا احدد ايه الاولويات الاهم وبعد كده الاقل اهمية وهكذا، وابتدي اشتغل على الاهم والاقل منه بعد كده. I break down tasks، بعمل break down للتاسكات. حلو. بقسم المشكلة الكبيرة لمشاكل اصغر. Focus on the most critical components first and maintain communication with the team، بتواصل مع التيم to address any issues early عشان اكتشف اي مشكلة بدري. I also emphasize code reviews، بعمل مراجعة للكود واختبار testing عشان اتأكد من الهاي كواليتي deliverables. دول كانوا اشهر اسئلة بتتسأل لـ position senior android developer.